السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. ونناقش اليوم قرار محكمة العدل الدولية وتأكيدها على اتخاذ إجراءات طارئة لحماية سكان غزة، حيث أكدت المحكمة أن جنوب أفريقيا قدمت ما يكفي من الأدلة حول ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في القطاع، فيما لم تطالب المحكمة إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار. وينضم إلينا عبر خدمة زوم من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الدكتور ناجي حرج. حياكم الله دكتور ناجي. إذن سنأخذ فاصل ثم نواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لما يجري من أحداث وعدوان على قطاع غزة وآخر الأحداث المتعلقة بما تمخض عن محكمة العدل الدولية وقرارها الذي صدر اليوم حول الإجراءات المؤقتة التي ستتخذ لوقف هذا العدوان. وينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة دكتور ماجد الزبيدي. حياكم الله دكتور ماجد. الله يحييك ويبارك فيك. حياكم الله دكتور ماجد، كيف قرأت مداولات أو جلسة اليوم في محكمة العدل الدولية؟ الواقع أن جلسة اليوم في محكمة العدل الدولية هي إجماع، إذا استثنينا قاضيا واحدا فرض على المحكمة مؤخرا وهو صهيوني التوجه، فإن هناك إجماع كامل لهيئة المحكمة الموقرة والتي تضم أو تغطي جميع المناطق الجغرافية في العالم، وهم قضاة محترمون يتميزون بالمهنية القانونية الدولية، وبالتالي غلبت المحكمة في قرارها اليوم الجوانب السياسية، وكانت قراراتها عقلانية مهنية 100%، وهي قرارات إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، الشعب الفلسطيني المدني المهجر والنازح والذي يعاني من الجوع والحصار. وبالتالي هذه إضافة، ولأول مرة القضية الفلسطينية تأخذ حقها طيلة 75 سنة من التجاهل القضائي الدولي منذ عصبة الأمم ومنذ وعد بلفور إلى الحروب الأربعة على قطاع غزة قبل الحرب الأخيرة. وبالتالي قرارات مرحب بها لأنها لامست جوهر المعاناة وتبنت كل مطالب دعوة دولة جنوب أفريقيا باستثناء مطلب واحد أو مطلبين، وهما الوقف الفوري لإطلاق النار، والأمر الثاني أن يكون رد إسرائيل خلال أسبوع، بينما هنا خلال شهر. ولكن نعم أستاذ ماجد، ولكن هذا الطلب كما تعلم هو لب القضية والأهم في القضية، وحتى يعني دولة جنوب أفريقيا أعربت عن خيبة أملها من أن محكمة العدل الدولية لم تأخذ مثل هذا القرار ولم تطالب به. الواقع هناك فريقان من القانونيين الدوليين انقسموا على هذا الأمر. الفريق الأول وله الأغلبية يرى أن وقت إطلاق النار هو دعي له ضمنيا من خلال المطالبة بالإجراءات الاحترازية التي هي تتطلب أصلا وقت إطلاق النار في الجهات المدنية. فكيف يمكن إدخال المساعدات دون وقت إطلاق النار على المدنيين؟ هذا أمر مهم جدا أن المحكمة لم تدعو صراحة إلى ذلك، لأنها لم ترد أن تغلب الجانب السياسي أو المباشر على الموضوع.
طيب، أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ زياد العالول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج الذي ينضم إلينا عبر سكايب من لندن. حياكم الله أستاذ زياد. تحية لك والمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ زياد. يعني عند سؤالي للأستاذ ماجد عن عدم إصدار محكمة العدل الدولية قرار أو مطالبة بوقف إطلاق النار، قال بأن المحكمة آثرت عدم يعني الصبغ لربما الصبغة السياسية على قرارها بمطالبتها بوقف إطلاق النار. هل فعلا المطالبة بوقف إطلاق النار، مطالبة إسرائيل صراحة بوقف إطلاق النار، هل في ذلك تسييس لهذا القرار؟ يعني بالطبع، يعني كما تعرف أن المنظومة الدولية سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات أو محكمة العدل، كل هذه المؤسسات هي مؤسسات تم تأسيسها لخدمة المشروع الغربي، هي لم تؤسس لمحاكمة الاحتلال ولا لمحاكمة البريطانيين ولا لمحاكمة الألمان أو الأمريكان على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعوبنا العربية والإسلامية أو الأفريقية. هذه المؤسسات هي تم تأسيسها لحماية المشروع الغربي وليس للتعارض مع المشروع الغربي، فلذلك نجد أن كل هذه المؤسسات مسيسة، بمعنى أن مجلس الأمن يستطيع أن يصدر قرار ضد العراق، ضد إيران، ضد الدول الضعيفة، لكنه عندما يتعلق الأمر بحلفاء أمريكا مثل إسرائيل فهذه المؤسسات تتعطل. محكمة العدل الدولية هناك مرافعة وقضية مهمة جدا وقانونية تم تقديمها من دولة جنوب أفريقيا، الآن الحد الأدنى لهذه المحكمة أن تصدر وقفا فوريا لإعلان لإطلاق النار، وهذا لم يحصل. يعني أنا أتفهم أن المواضيع القانونية ربما تأخذ أسابيع أو شهور أو سنوات للتحقيق بالقضية الإبادة الجماعية، لكن هناك إبادة مستمرة، الآن المعركة مستمرة والقتل مستمر والتدمير مستمر، وبكل تبجح الإدارة الصهيونية هي ترتكب المجازر ولا تعبث لا بالمحكمة ولا بالقوانين الدولية. فلذلك يعني صدور القرار اليوم من محكمة العدل الدولية هو مخيب للأمال. كنا نتمنى أن يكون وضوح كبير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وأن يكون هناك ضغط دولي ليساند محكمة العدل الدولية، لكن كشعب فلسطيني بكل أسف نشعر بالخذلان سواء من المؤسسات الرسمية القانونية الدولية أو المجتمع الدولي الذي تخلى عن إنسانيته وتخلى عن المواثيق والقيم والقوانين. كل هذه تم يعني تجاوزها وإعطاء المزيد من الوقت للاحتلال وللمجرمي الحرب لمواصلة الجريمة. هذه القرارات اليوم الصادرة عن محكمة العدل الدولية ستشجع نتنياهو والإدارة الصهيونية باستمرار القتل والتدمير كما هو حاصل الآن، وهذا مؤسف، وهذا مؤسف مؤسف مؤسف، لكن هو إفلاس لكل المنظومة الدولية. لا تعتقد أن الارتدادات ما يحصل هو متعلق بالقضية الفلسطينية أو بأهلنا في قطاع غزة، بل ستنعكس سلبا كل هذه المؤسسات الدولية التي تقف الآن عاجزة في وقف القتل والتدمير بحق شعبنا الفلسطيني. ستعرى كل هذه المؤسسات ولن تستطيع أن تتخذ أي قرار في المستقبل القريب. طيب، أيضا اسمح لي أن أرحب بضيفي عبر خدمة زوم من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الدكتور ناجي حرج. حياكم الله دكتور ناجي. أهلا وسهلا بكم يا مرحبا. حياكم الله دكتور ناجي. هل أنت راض عن ما تمخضت عنه محكمة العدل الدولية من قرارات اليوم؟ نعم، هنالك الكثير الذي يمكن قوله بخصوص الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية، لكننا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ما هو المطلب الذي طلبته جنوب أفريقيا. المطلب الذي طلبته جنوب أفريقيا الذي يتعلق بالإجراءات العاجلة لم يتضمن مطلب صريح بوقف إطلاق النار. هنالك طلب يتعلق
بوقف إجراءات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني التي تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية. المحكمة لم تكن صريحة بالفعل ما قال ضيف من قبل في الإعلان أو في أمر وقف إطلاق النار، لكنها طلبت من كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف كل العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى استمرار الأذى للشعب الفلسطيني ومن ذلك حصول الإبادة الجماعية. وإذا لاحظنا أن المحكمة قبل أن تصدر هذا الأمر فهي قدمت بشكل واضح جدا ما هي الحيثيات التي يستند إليها هذا الأمر، تحدثت كثيرا عن الكارثة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، تحدثت عن عمليات القتل والتدمير وكذلك عن ملاحقة النازحين إلى الأماكن حتى التي طلب منهم الكيان الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إليها ثم قصفت، تحدثت عن المستشفيات، تحدثت عن الأطفال بشكل وضوح. والأهم في هذا السياق أيضا أنها قبلت باختصاصها، أنها قبلت الدعوة وردت طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يتركز على ضرورة رد طلب جنوب أفريقيا باعتبار أن لا أساس هنالك لكي تتولى محكمة العدل الدولية البحث في موضوع جريمة إبادة جماعية يفترض أن إسرائيل قامت بها. فالمحكمة ردت بشكل واضح طلب جنوب أفريقيا وقالت نعم هنالك أساس معقول وواضح جدا لكي تتولى المحكمة النظر في هذا الجانب. فالقسم الآن الذي نحن بصدده والذي صدر به أمر هذا اليوم يتعلق بالإجراءات العاجلة والتي نصت بشكل واضح المحكمة على وقف كل العمليات العسكرية ويجب تدفق الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، يجب عدم القيام بأي عمل من شأنه استمرار الإضرار بالشعب الفلسطيني. صحيح أن ذلك هنالك ما يثير اللبس هنا عندما قالت المحكمة أن الوقف العمليات التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية، هنا يعني هنالك اللبس الذي سيدور عليه الآن الحديث والنقاش ربما والتفسيرات المختلفة. لكن المحكمة كما قلت كانت واضحة في كل الأمور الأخرى والأمر تكشف جدا أمام العالم وأمام المنظمات الدولية. يجب أن نضع في الاعتبار أن المحكمة أشارت إلى كل ما قدمته المنظمات الدولية خلال الفترة الماضية من معلومات تخص الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشارت إلى تقارير الأونروا، أشارت إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، كذلك أشارت إلى تقارير الأمين العام وغيرها من التصريحات، وهي كلها تصب في وكذلك إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وكل هذا الكلام يصب في وجود كارثة إنسانية كبرى وأن هذه الكارثة كثير من هذه البيانات والتقارير تتحدث عن حدوث إبادة جماعية. فنحن ننظر إلى هذا الأمر بمجمله، نعتبر أنها خطوة قانونية دولية جيدة جدا. بالمقابل نحن ننظر أيضا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني والذي ينتظر لحظة الخروج من هذه المعاناة، لحظة تخفيف هذه المعاناة، انتهاء هذه المعاناة، وهذا للأسف الشديد لا تستطيع المنظمات الدولية بوجود كيان إجرامي محتل يمارس أبشع الانتهاكات أن تجبره على القيام بذلك في الوقت الحالي إلا من خلال قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، وهنا سنقع أمام موقف الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد المناصر جداً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. نعم، أنتقل بسؤال هنا للأستاذ ماجد الزبيدي. أستاذ ماجد، يعني أمام الرضا الذي يعني أبديته حقيقة من هذه القرارات ويعني الخطوة الإيجابية لربما المتخذة من قبل محكمة العدل الدولية بحق القضية الفلسطينية، ما هي القيمة الحقيقية للقرارات في ظل
تعنت الحكومة الصهيونية في يعني استمرارها بالحرب. كما تعلم نتنياهو خرج منذ أو بعد الجلسة بقليل وقال أن هذه الحرب أو هذا العدوان حقيقة الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة هو عدوان عادل كما وصفه وسيستمر فيه. ما هي القيمة الحقيقية لمثل هذا القرارات أمام تصريح نتنياهو؟ القيمة الحقيقية لهذه القرارات أن هذه التدابير الاحترازية التي طالبت بها هيئة محكمة العدل الدولية الموقرة هي صنوف وأشكال الإبادة الجماعية التي هي واردة في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. على سبيل المثال حصار الفلسطينيين، ترحيل الفلسطينيين، منع الإمدادات الإنسانية الماء والكهرباء والوقود، الوضع الصحي والمستشفيات. أشارت أيضا القيمة الحقيقية أنها أشارت إلى المناصب السيادية في الدولة الإسرائيلية الراهنة الآن، لم تشر إلى أشخاص بل أشارت إلى مناصب سيادية أولى مع أسماء من يشغلها: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الطاقة وغيره وغيره. أشارت إلى تصريحاتهم التي تحث على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهذا مكسب عظيم أن هؤلاء سيلاحقون قريبا أو لاحقا من محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم أفراد وأشخاص وليس دول. الأمر الآخر خذ على سبيل المثال أن ألمانيا التي تعتبر ثاني أو ثالث أهم دولة غربية تدعم الكيان الصهيوني بالغواصات والأسلحة والمال والبعد السياسي والدعم الاقتصادي. هذه الدولة قبل قرارات المحكمة، قبل الإجراءات الاحترازية، قالت أنها سوف تحترم ما يتخذ من تدابير احترازية. هذا مكسب لصالح القضية الفلسطينية من أن الدول الآن ستعد للمليون قبل أن تساعد هذا الكيان الذي وصف هنا أنه المسؤول عن كل أشكال الإبادة الجماعية في حق المدنيين، وإن لم يتم إثبات ذلك في قرار نهائي. إنما أشارت أيضا المحكمة إلى موضوع النساء الحوامل، هذا بند الأطفال، موضوع المستشفيات، واستندت كما قال الأستاذ ناجي إلى وثائق أصلية، برايمري سورسز، وثائق أصلية من أهم المنظمات الدولية ومن رئيس الأمم المتحدة الشخص الأول غوتيريش. استندت إلى تصريحات مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استندت إلى المنظمة التي تباشر على أرض الواقع الوضع الميداني في غزة وهي الأنروا. فبالتالي هذه التدابير الاحترازية أكدت أن كل أشكال الإبادة الجماعية الواردة في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تنطبق على المدنيين في غزة. هذا أمر مهم. الأمر الآخر هو أن هذه القرارات الاحترازية يجب أن تبين خلال الشهر، وكنا نتمنى خلال أسبوع، لكن إضافة إلى ما قاله الأستاذ الكريم من لندن، المشارك الكريم من لندن، هذا هو الثقل العربي والإسلامي السياسي للأسف الشديد في السياسة العالمية. ليس هناك أي ثقل سياسي للدول العربية والإسلامية للأسف الشديد، ولهذا نجد أن الناس يموتون من الجوع، ولا تجد 56 دولة عربية وإسلامية أن تدخل قافلة مساعدات. فهذه أول مرة في تاريخ العدالة الدولية تنصف فيها القضية الفلسطينية وينصف فيها الشعب الفلسطيني. طيب، هذا أمر مهم جدا نؤسس عليه، لأن هذه المحكمة أستاذ الكريم لا تستطيع أن تتخذ قرار وقف العدوان الإسرائيلي العسكري فوريا. لماذا؟ هنا ليست أوكرانيا، هنا ليس جيش مقابل جيش، هنا جيش سادس أو خامس أعظم جيش في العالم عسكريا وعتادا أمام شعب مدني. وبالتالي هذه من اختصاص
مجلس الأمن الدولي وحتى مجلس الأمن الدولي لن يمكنه، لا يمكن أن يتخذ قرار وفق الفصل السابع، لأن هذا أمر حياة أو موت بالنسبة لبريطانيا وأمريكا، لأمريكا وبريطانيا. نعم. طيب أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ زياد من لندن. أستاذ زياد، يعني هذه القرارات برأيك أو هذه التدابير الاحترازية برأيك، يعني ألم تحرج الدول، على الأقل الدول الداعمة لهذا الكيان من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، حتى يعني لربما اضطرت ألمانيا لأن تصرح بأنها تحترم ما سيتمخض عن هذه المحكمة بغض النظر عن الفحوى؟ يعني بكل أسف، يعني المتابع للقرارات التي صدرت اليوم من محكمة العدل الدولية هي عبارة عن تفريغ القرار من قوته، بمعنى أن كل القرارات بطريقة التعبير فيها هو استجداء الاحتلال، بمعنى نطالب الاحتلال أو إسرائيل تجنب قتل المدنيين، تسهيل إدخال المساعدات وهكذا. كل القرارات جاء بالشكل هذا وكأنها تستجدي دولة الاحتلال. وبالطبع يعني خرج نتنياهو ولم يعبأ بأي شيء وقال سنستمر تنفيذي على أرض الواقع. بالطبع المحكمة ليس سلطة تنفيذية، لكن لو كانت في هناك قرارات واضحة لكانت تختلف حتى الدول كما ذكرت التي تدعم الاحتلال. لو كان هناك تجريم واضح للاحتلال، لو كان هناك وقف دائم والطلب وقف دائم لإطلاق النار، كان ممكن أن تحرج الدول التي تدعم الاحتلال، لكن هذا غير موجود، وكأنه يقولهم للاحتلال اقتل لكن بطريقة مختلفة، لا تظهر القتل الجماعي. يعني هم يعني يفرغوا يعني قوة القانون بشكل وكأنك تستجدي، يعني أنت تقول له يعني دير بالك اقتل شوية شوية، لا حاول توقف التصريحات العدائية، حاول تتجنب المدنيين، حاول أن تسهل موضوع المساعدات الإنسانية، كل التصريحات بهذا الشكل. هذا لم يؤثر على مجرى العمليات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وسيستمر فيها، ونقول هذا مخيب للأمان، لكن كما قلت هو هذا سيرتد سلبا على كل هذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات كيف ستتعامل مثلا بأي ملف آخر مثل إيران أو أوكرانيا أو روسيا أو دول أخرى في المنطقة؟ خلاص، إذن هو تم كسر للمنظومة الدولية وآخرها محكمة العدل، إنه ما عنده باور. نحن نعرف أن محكمة العدل الدولية هي لا تملك الإدارة التنفيذية، لكن لو كان قرار واضح، هذا القرار واضح يذهب إلى مجلس الأمن ويذهب إلى الجمعية العمومية، لكن الآن لا يوجد قرار. طيب بعد أن يذهب إلى مجلس الأمن لربما يصطدم هناك بالفيتو كما تعلم بأمريكا الداعمة لهذا الكيان. نعم. لو كان هناك قرار واضح، طيب، حتى لو اصطدم بالفيتو، الجمعية العمومية تملك تعليق عضوية إسرائيل، وهذا مهم بالنسبة لنا، عزل إسرائيل وتعليق عضويتها كما كان حاصل في نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. طيب، لكن هذا لم يحصل. دعني أنتقل للدكتور ناجي. دكتور ناجي، ما رأيك بما جاء على لسان الأستاذ زياد؟ يعني أنا قلت من البداية القرار يحتمل بعض النقاش ويحتمل بعض الانتقادات، لكنني في رأيي طبعا، وهو أمر وليس قرار، يعني هو أمر بقبول الإجراءات العاجلة، يعني وعدلت المحكمة هذه الإجراءات كلها واضحة جدا في تقدير الإجراءات العاجلة التي طلبتها المحكمة، واضحة جدا فيما يتعلق بوقف التهجير، بما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فيما يتعلق بالأطفال والمستشفيات وغير ذلك. هنالك شق واحد هنا الذي يمكن أن يدور عليه النقاش، وهو طبعا مهم جدا، الذي يتعلق بمحتوى وقف إطلاق النار الذي قالت المحكمة بشكل واضح، وقف العمليات العسكرية، يعني على إسرائيل أن تطلب من الجيش وقف العمليات، كل العمليات العسكرية التي تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية، هذه التي تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية، هذا الذي يعني في تقديري ممكن أن ينصب عليه النقاش الآن. أما محتوى الأمر بشكل عام
أنا أعتقد هو جيد. نعم، ليس كل ما كنا نتمناه، كنا نخاف أساساً أن كما بسبب الضغوط الهائلة السياسية من الدول أنها قد لا تتخذ القرار المناسب، قد تتذرع بأي سبب لتقول لم نجد أن لجنوب أفريقيا من الناحية القانونية، من الناحية التقنية، لم نجد لجنوب أفريقيا أسباب واضحة جدا لكي نقبل الدعوة، لكنها الآن أوضحت أن هنالك كل الأسس القانونية والواقعية لقبول هذه الدعوة، وهي أشارت بشكل واضح إلى عندما أشارت إلى المسؤولين الإسرائيليين وأشارت إلى تصريحاتهم، فأن المحكمة هنا تتحدث عن نية الإبادة الجماعية التي هي الشق الأساس الثاني من عملية الإبادة. لدينا عمليات القتل والتهجير وغير ذلك، ولدينا النية، فالنية من الصعب، وأشرت إلى هذا الموضوع أعتقد في لقاء سابق هنا، النية من الصعب جدا على القضاة تحديدها، لكن إسرائيل، هذا الإسرائيليين أوضحوا نيتهم من البداية، نيتهم من البداية، والمحكمة أشارت في أمرها إلى هذا الأمر. صحيح لم تتحدث عن نية الإبادة، لأن هذا الأمر هو الجزء الآخر من القضية الذي ستدرسه في المرحلة القادمة، لكن أشارت إلى التصريحات بشكل واضح جدا كان فيما هناك يتعلق اقتباسات، بتصريحات، صحيح. اقتباسات واضحة إلى تصريحات قادة الكيان الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد على نية الإبادة الجماعية بما فيها تصريحات نتنياهو ووزير الدفاع وغير ذلك. ولكن دكتور ناجي، ألم تلحظ شيئا غريبا وهو من ضمن هذه التوصيات أو هذه الأوامر الاحترازية؟ كان هناك على إسرائيل عدم تدمير والحفاظ بطبيعة الحال على الأدلة. هل يمكن مطالبة المجرم بالحفاظ على أدلة الجريمة بهذه البساطة؟ يعني هذا التزام قانوني تضعه المحكمة، يعني كما يعني قلنا وكما تحدث الضيوف وكما يعلم العالم، يعني إسرائيل كيان مارق جدا ويتحدى الإرادة الدولية ويتحدى القرارات الدولية وقد لا يلتزم بأي شيء، لكن هذا التزام قانوني وضعته المحكمة على كيان الاحتلال الإسرائيلي، التزام قانوني واضح جدا كما أشارت إلى الالتزامات الأخرى. وعلينا أن نذكر أن كل هذه الالتزامات المحكمة كانت تعدد عناصر الإبادة الجماعية، يعني المحكمة عندما كانت تشير إلى هذه العناصر كانت تقرأ نص عناصر الإبادة الجماعية بعد أن قالت أن الإبادة الجماعية تحدث عندما يستهدف شعب معين، وقررت أن الشعب الفلسطيني نعم الموجود في غزة هو في غزة هو شعب له كيانه، له وضعه القانوني حسب قرارات الأمم المتحدة، كما أنه يشكل جزء أساسي من الشعب الفلسطيني في كل مكان، لأن شرط الإبادة الجماعية أن تتوجه إلى مجموعة إثنية أو عرقية معينة تشكل جزء أساس من 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 العرق الأكبر. فكان واضح جدا كما في توصيف هذا الأمر، كانت واضحة جدا من الناحية القانونية، ثم انتقلت إلى تعديد ما هي الإبادة الجماعية في حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها. عددت كل العناصر، طالبت إسرائيل عدم القيام بها، عدم القيام بالقتل، عدم القيام بالتهجير، عدم القيام بالضرب المنشآت وتجويع المدنيين وكل ذلك، وعدم إتلاف الوثائق الضرورية واللازمة. أنا يعني للأسف لدي التزام آخر مباشرة. نعم، لا عليك، شكرا جزيلا أن كنت معنا ضيفنا عبر خدمة زوم من جنيف، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الدكتور ناجي حرج، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا فاصل ثم نواصل. This group of five people are unarmed. They don't have any weapons of any kind. The
The world is watching a famine develop in Gaza that could kill many times more than the 24,000 Palestinians. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة لمجريات هذا اليوم ومحكمة العدل الدولية والقرارات الاحترازية التي اتخذتها. إذن أتوجه بالسؤال هنا للدكتور ماجد عبر الهاتف من عمان. دكتور ماجد، يعني هذه القرارات إلى أي حد من الممكن أن تساهم في يعني لعب أو لعب إيجابا في هذه الدعاوى المقدمة من 600 محامي من جميع أنحاء العالم قدمت لمحكمة الجنايات الدولية، إلى أي مدى يمكن أن تلعب دورا إيجابيا؟ سوف تلعب دورا إيجابيا هائلا. أنا لو سمحت لي أختلف قليلا مع الأستاذ زياد من لندن أن جميع التدابير الاحترازية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية ابتدأت على إسرائيل، أي إجبار، لم تستجدي المحكمة دولة العدوان الإسرائيلي في أي مطلب احتراز على دولة الاحتلال. يعني يجب مصر في أحد المطالب قالت بشكل فوري، وهي تلبية الاحتياجات الإنسانية من طعام وشراب ووقود وأدوية بشكل فوري. وأنت تعرف كما يعرف المشاهد الكريم أن قرارات المؤسسات الدولية هي موجزة مجملة، القرار الواحد قد يكتب عنه 1000 صفحة بالتفصيل والتبيين. فهذه أول. الأمر الثاني أن الآن إسرائيل أصبحت أمام البشرية كلها لا يمكن لها أن تتضرع بأنها دولة أخلاقية ولا دولة ديمقراطية، ولا أن جيشها الجيش الإخلاقي الوحيد في المنطقة، ولا أنها دولة إنسانية، لأن جميع التدابير الاحترازية هي اتهمت بها دولة الكيان الصهيوني. هذا أول. الأمر الثاني، هذا سيعطي دفعة للمحامين الذين لديهم مسؤولية قانونية وإنسانية واجتماعية اتجاه الظلم في العالم أن يتقدموا من هذا اليوم إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بتقديم لوائح دعاوى شكاوى على مسؤولين مجرمين، على دول تقوم بالتحريض على إبادة بعض أو مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية أو طائفية بشرية. الأمر الآخر أن الدول الغربية التي تساعد إسرائيل مساعدة عظمى سوف الآن تتراجع، سيكون التراجع في البداية قليلا، لكن هناك تعرف المنظومة الإعلامية في العالم الآن والإعلام البديل الإعلام الجماهيري الآن هو يسلط الضوء على كل التصريحات وكل الأفعال. هذا أمر سيؤثر على السلطات التنفيذية في تلك الدول. هذا أمر آخر، أن قرارات محكمة العدل الدولية هي غير قابلة للنقد، يعني لا يمكن استئنافها. طيب عفوا للمقاطعة دكتور ماجد، ولكن ما الذي يلزم
إسرائيل بهذه القرارات؟ يعني ذكرت أنها أمرت إسرائيل بفعل كذا وفعل كذا، ولكن ما الذي يلزمها الآن على إسرائيل أن تقدم تقريرا بعد شهر؟ إن لم تقدم ما الذي سيحصل؟ على إسرائيل تجنب ارتكاب يعني إبادة جماعية، إن ارتكبتها ما الذي سيحدث؟ ما نتمناه كعرب ومسلمين، لأول مرة، هذا أمر نادر في تاريخ القضايا المرفوعة لمحكمة العدل الدولية، أن 15 و16 عضوا يقابلون عضو أو عضوين. هذا أمر نادر الحدوث، هذا أمر مهم جدا. يعني هو أمر لربما معنوي أكثر ما هو عملياتي أكثر. جميل جميل، لكن خلال الشهر إذا بقي الأمر على قتل المدنيين وعلى عدم إدخال المساعدات وعلى حصار المستشفيات وعلى منع دخول الأدوية والتنقل وعدم السماح للنازحين بالرجوع إلى بيوتهم، سيؤدي بالقضاء ذاتهم أن يصدروا حكم اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، وهذا أمر غير مستبعد، لأن هنا القضاء امتحنوا، القضاء امتحنوا اليوم بقرارهم أنهم لا يخضعون للضغط السياسي. طيب سوف آتي على هذا الموضوع، ولكن أنتقل هنا بالسؤال إلى الأستاذ زياد العالول. أستاذ زياد، يعني مثل هذه القرارات والاقتباسات من رئيسة محكمة العدل الدولية، كما تعلم اقتبست من قادة الكيان الصهيوني عدة مقالات ومقولات وتصريحات، وبناء عليها أخذت هذه يعني القرارات وهذه الأوامر. إلى أي حد تبدو القيادة الصهيونية محرجة بعد أن وردت مثل هذه الاقتباسات على اللسان رئيسة المحكمة؟ ألا يحرج ذلك قادة هذا الكيان داخليا على الأقل بأنهم ورطوا كيانهم بمواجهة العدل الدولية؟ طيب، يعني سأقرأ عليك يعني تصريح الآن صدر عن وزير مالية إسرائيل سموتريتش، يقول على قضاة لاهاي القلقين على سكان قطاع غزة دعوة الدول لاستقبالهم. يعني طبعا هو هناك اقتباسات على لسانه استخدمتها محكمة العدل الدولية، الآن هو يصرح يقول بكل سخرية واستهزاء، إذا كنتم قلقين يا قضاء على سكان قطاع غزة ادعوا الدول لاستقبالهم، وهذا يعني الإمعان في التطهير العرقي والتهجير لسكان قطاع غزة. إذن بغض النظر عن أهمية القرارات وفحواها، لكن كما قلت بغض النظر أنه موضوع استجداء أو أمر ما تطلبه المحكمة من إسرائيل، لكن لا يمكن أن توفر احتياجات سكان قطاع غزة والعمليات العسكرية والعدوان مستمر. فلذلك أنا أقول كل القرارات مفرغة من احتوائها، لأنه لا يوجد دعوة حقيقية لوقف إطلاق النار. عدم وقف إطلاق النار هذا يعني أن لا توجد حركة وحرية حركة لسكان قطاع غزة، هذا يعني أن الأدوية والغذاء والدواء كلها موجودة في الطرف المصري، أو حتى لو الاحتلال بيدخلها. طيب، عفوا، ومستمر لا يمكن أن تصل لسكان قطاع غزة، كما هو الحال الآن لمدينة غزة وشمال غزة، لا يصلها لا غذاء ولا دواء ولا مساعدات، وتموت من الجوع والبرد في هذا الوقت. إذا أنا أقول أنه هذه القرارات مخيبة للأمال لنا كفلسطينيين، بغض النظر أنها ستحرج الإحراج للدول الغربية التي تدعم الاحتلال، هذا لا قيمة له، وهذا بالضبط كما تقول أمريكا تشعر بالقلق أو رئيس الجمعية. ولكن نعم، ولكن أستاذ زياد، يعني كما تعلم مثل تصريح سموتريتش وبن غفير وغيرهم من المتطرفين الصهاينة، يعني لربما هذه الخطابات لم تعد مقبولة، يقول أحدهم أنها لم تعد مقبولة لا في الإدارة الأمريكية ولا حتى في الاتحاد الأوروبي. كان هناك دعوة من جوزيف بوريل بالتزام
كيان الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية وضرورة قيامها، رضيت بذلك تل أبيب أم أبت؟ يعني تغير الخطاب ولو بشكل نسبي ألا يعد حافزا للتفاؤل ربما بأن التعاطي الأوروبي والغربي مع القضية الفلسطينية بات إيجابيا أكثر؟ يعني بالطبع هناك ضغوط دولية هائلة على الدول التي تدعم الاحتلال، لأن هناك إبادة اجتماعية، وهذه الإبادة بغض النظر هناك حكم قضائي أو لا يوجد حكم قضائي، لكن هذه الإبادة حسب كل التقارير الدولية أصبحت ظاهرة ومحرجة للمنظومة الغربية. المنظومة الغربية الآن تقف في خط الدفاع عن نفسها، لأنها هي تحاول أن تسوق القيم والعدالة والقوانين واحترام القوانين للدول اللي خارج العالم المتحضر كما يسمون أنفسهم أوروبا والغرب. إذن الآن هي الآن ماذا تستطيع أن تفعل؟ تحاول أن تقول نحن محل الدولتين. طب ماذا عن وقف إطلاق النار؟ ماذا عن وقف الإبادة الجماعية؟ وكيف يمكن وقف إطلاق النار أو المطالبة بحل دولتين بحل الدولتين في الوقت الذي تدعم بشكل مباشر بريطانيا وأمريكا وألمانيا تدعم بشكل مباشر تزويد إسرائيل بالسلاح؟ هذا يعني أن القتل والقنابل والأسلحة التي تستخدمها دولة الاحتلال لقتلنا هي أمريكية وبريطانية. إذن هذه الدول بكل أسف هي شريكة في هذه الجريمة، وكنت أتمنى أن يكون إشارة في القرارات التي صدرت اليوم عن محكمة العدل الدولية، حتى لو إشارة للدول التي تدعم الإبادة الجماعية، هذا غير موجود. لكن كما يذكر البعض أنه يعني ممكن تحرج، لا تحرج هذه الدول، هذه الدول أصلا هي تتصرف بعنجهية فوق القانون. يعني أمريكا تعتبر حالة فوق المساءلة، وبريطانيا تعتبر حالة فوق المساءلة، وكذلك إسرائيل، لأنه من يحكم الآن الإدارة الصهيونية هو نتنياهو، خلينا من سموتريتش وبن غفير. نتنياهو ارجع لخطاباته قبل 20 عام، هو لا يؤمن بحل الدولتين، هو يؤمن بالدولة الواحدة، يؤمن بالدولة العرقية الواحدة لليهود فقط، ولذلك خطابه بعد المحكمة العدل الدولية هو يتحدث عن دولة اليهود. هذا يعني حتى الفلسطينيين الذين يعيشون داخل هذه الدولة هو لا يعترف فيهم، فعدا عن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. إذن هو الهدف هو تهجير وتطهير عرقي وإخراج الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن تكون هذه الدولة خالصة لليهود. هذا ما يتمنوه المتطرفين، لكن مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني هو الذي سيفشل الاحتلال، وهو الذي سيعري هذه المنظومة الدولية التي ما زالت تدعم هذا الاحتلال. أنا أقول ما زالت تدعم هذا الاحتلال، لكن هذا لا يعني أن خطوة محكمة العدل الدولية غير مهمة. هي مهمة ومهمة جدا، ومهمة أن تضع إسرائيل في قفص الاتهام، وهذه سابقة تاريخية، لكن أنا أقول حتى هذه الخطوات القانونية ستعزل إسرائيل، وإذا لم تستطع أن توقف العدوان أو تحاكم قادة الاحتلال في الوقت الراهن، أنا أقول في أقرب وقت سيتم محاكمة كل قادة الاحتلال، أو بالحد الأدنى ستعزلهم. والعزلة أعني أنه لا يستطيع أي جندي شارك في هذه المعركة أو قائد فرقة أو قائد احتلال أو مجرم من مجرمي الحرب، القادة السياسيين والعسكريين، لا يمكن أن يتحرك في العالم وخاصة العالم الغربي بحرية، لأن هناك عشرات المحاكم والقضايا التي رفعت ضدها سواء في محكمة الجنايات الدولية أو في المحاكم المحلية. كل دولة مثل أسبانيا، بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، هناك قضايا كثير محلية، وهي هذه أيضا لا تقل أهمية عن محكمة الجنايات الدولية، وستعزل إسرائيل كدولة، وهذا ما نتوقع. طيب أستاذ أو دكتور ماجد، أتوجه بالسؤال هنا إليك، ولكن سريعا لو سمحت لي، ما هو المطلوب اليوم لإنجاح دعوة أو الدعوة المرفوعة ضد الكيان المحتل في محكمة الجنايات الدولية؟ توثيق من هذا اليوم، توثيق كل أشكال القصف الإسرائيلي على الأعيان المدنية الفلسطينية، وعلى المراكز الصحية ومدرسية، ورصدها وتوثيقها وتزويد قلم
محكمة العدل الدولية به على مدار الساعة، التنسيق مع دولة جنوب أفريقيا في هذا الأمر، أن تنشط جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن ينشط كثيرا في هذا الأمر ويمارس الضغط السياسي والاقتصادي على دولة الاحتلال. أنا أقول لك سريعا، لو أن قناة السويس توقف الأعمال فيها لمدة أسبوع أو أن يقف تصدير النفط لمدة أسبوع في هذا الفصل، سوف تلجأ أمريكا والغرب إلى الضغط على هذا الكيان المجرم. الأمر الآخر هو أن نكون أن نساهم بأن يكون معبر رفح عربي عربي مهما كانت الإجراءات، ليس لإسرائيل أي أثر قانوني في معبر رفح إطلاقا، لأنه هذا أرض فلسطينية مصرية. هذا الذي أقوله الآن هو أننا نتمسك بهذه الإجراءات الاعتراضية ونراقبها ونراقب تصرف إسرائيل عليها. وأنا أقول لك من الآن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سوف يعدون للمليون قبل أي مساعدة، وهناك انقسام حقيقي سياسي ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إسرائيل بعد هذا اليوم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المستشار السابق في الأمم المتحدة الدكتور ماجد الزبيدي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي عبر سكايب من لندن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج الأستاذ زياد العلول، وأشكر ضيفي الذي كان معنا عبر خدمة زوم من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الدكتور ناجي حرج. شكرا لكم ضيوفنا الأكارم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.